نتسلوا ونطلب رضاكم. راديو الغدو وياكم مستمعينا محلاكم، بالموصل كل العراق كل العالم كل مكان، باقينا احنا دوم معاكم. راديو الغدو وياكم اهلنا ونطلب رضاكم. راديو الغدو وياكم مستمعينا محلاكم. عندما يصبح لليل زمن، تخلد السماء للنوم ويسهر القمر. طال السهر ومن راديو الغد مساء الخير كبيرة جدا لكل من يتابعنا من خارج العراق على الابليكيشنز على جوجل بلاي والاب ستور، راديو الغد وايضا عبر الغد دوت اف ام عند العاشرة ليلا، لحتى نكون معكم كل حلقة بموضوع، وكل موضوع بلامسكم وبلامسنا وبلامس هذا المجتمع الجميل والمليء دائما بالمطبات والاشواك والاشياء الجميلة. رافعني مخرج أكيد اليوم، مخرج ولا كل المخرجين اليوم أكيد هذا المخرج اللي نحن هيك حابين نسمعه اليوم وحابين نقول له مساء الخير، ومخرج يعني قادم من مكان آخر، من مكان عبر هذه الكواكب وهذه المجرات، ومنقول مرحبا لمين المخرج اليوم يا ترى؟ مين معنا؟ حذر فزر اليوم معنا يعني بس ميسي بيقولوا عليه مثلا لاعب من الفضاء، كمان مخرج من الفضاء ريناس المبدع، واليوم هيك المفعم بالحيوية والنشاط والقوة. اليوم قوة، قل له ليش اليوم قوة ولا بلاها؟ مرحلة يلا اوكي. بكل حب برافقكم مايكروفون وبكل حماس اليوم لازم نولع الحلقة. جورج غرم لنبدأ الحلقة مستمعينا ونقول، وهلأ صار فينا نقول. بلشنا. أيوة الحب منشكي وضائع نسكيتي. هاد الزلمة هاد مؤتمر حسني محمود العصيري بأي أغنية بحط حاله فيها بتلاقوا فيها عن جد حماس ومجموعة هيك حياة وطاقة رهيبة. اوكي مستمعينا، ويعني بعد يعني رسائل كثيرة جدا 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 جدا، وبعد يعني اتصالات كثيرة جدا، وحتى على الماسنجر وحتى في كل مكان، يعني ما شاء الله حاوطوني وحاصرتوني اليوم وبالأمس وقبل 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 بعنوان حلقتنا لليوم. طلبتوا انه نحكي عن النفاق، وحلقتنا اليوم هي عن النفاق. اليوم نشوف اليوم، لأنه في عندكم كتير حكي على ما يبدو أنه لحتى نحكي اليوم عن النفاق. اليوم بدنا نسألكم عن النفاق الاجتماعي، يا ترى شو سببه وما هي سبل العلاج منه؟ وحصريا كمان خلونا نحكي كمان اليوم عن النفاق بالسوشيال ميديا، يا ترى هذا النفاق إلى أين وأين ولمن سيكون هذا النفاق؟ يعني في عندكم مثلا واحد من الأشخاص كان مشارك بمراسم دفن وعزاء بابن أحد المسؤولين على سبيل المثال، أوكي؟ قام جه صور حاله السيلفي، تمام؟ أنه أنا موجود بالعزاء على حسابه الشخصي ونزل على الفيسبوك وعلى الانستغرام. ولما انتهى العزاء وانتهت المراسم بكل الأحوال، يعني اجى عنده احد زملائه بالعمل بالقهوه وقال له، قال له يا ترى شافك المسؤول بالعزاء لحتى يدرى انك انت كنت متواجد؟ فقال له والله لا، لانه المكان كان مزدحم جدا 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 وما قدرت جاوبه. فيعني قال له يعني انت هلا عمليا تواجدك مثل عدمه. الخلاصة من هذه القصة مستمعينا انه نحن كتير بالاحيان بننافق، كلياتنا بننافق بدون ما نحس، وفي ناس بينافقوا عن قصد.
كيف يعني؟ يعني في ناس مثلا بيقولوا لك انه انا اوكي بدي جامل وروح. انتبهوا، مجاملة والنفاق، المجاملة والنفاق اثنيناتهم يعني يعني اثنيناتهم وجهين لعملة واحدة وهي النفاق. يعني مثلا بتلاقوا حدا رايح على عرس، فبتقول له انه مثلا هذا 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 العرس انت ليش رايح؟ والله ما يعني قرايبنا ولازم نحضره، عيب يعني ما حلوه. اوكي ماشي الحال، طيب اوكي، بس اثبات وجود، فقط اثبات وجود. بتلاقي مثلا حدا عامل تقرير، على سبيل المثال هلا من شوي، ها من شوي احد الزملاء عامل تقرير عن زيارة ماكرون لفيروز مثلا، عاملها على السوشيال ميديا ومنزلها، فكل الناس واو شو حلوة، واو شو بتطير العقل، واو شو كذا، واو 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 إلى آخره. هذا كله هاته نفاق، ها انتبهوا. بينما الواقع، الواقع وأنا هذا الشيء يعني واجهته لهذا الزميل وبعدت له بده يحضرني، يحضرني يصطفي، قلت له هذا الشغل ما له صح، قال لي قلت له كلام حلو وكل شيء كل حلو، بس انت اسلوبك كتير سيء كان ولا يليق بقيمة فيروز. يعني انا لما بدي احكي عن فيروز فانا بدي اعمل لها قيمة، ان كان بصوتي، ان كان بادائي، ان كان بصوري، ان كان بالموسيقى، ان كان باي شيء. انت لما بتحكي عن قامة كبيرة مثل فيروز فبدك تحترم هذا التاريخ. فبكل بساطة النفاق شيء والمجاملة شيء آخر تماما، ولكن اثنيناتهم بيصبوا بنفس البحر أو بنفس النهر اللي بتكون يا. أوكي مستمعينا، أنا ناطر اتصالاتكم، ناطر رسائلكم القصيرة الأسماس حول هذا الموضوع، عن سبب النفاق في مجتمعاتنا وعن العلاج الطبيعي لألو يا ترى كيف بيكون. أكيد اتصالاتكم على الأرقام اللي راح تسمعوها في هذه اللحظات. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 ACCL 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0737-777-337 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. في كتير مثلا من الأمور اللي واحد مثلا ينافق فيها أو يجامل فيها، انتبهوا المنافقة، يعني المنافق والمجامل في فرق بسيط جدا، يعني خيط رفيع جدا، ولكن اثنيناتهم برجع بقلكم بيصبوا بنفس الخانة. أوكي يعني مثلا لما بتقلها لا 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 مثلا لصبية، هي بتعرف حالها أنه هي مثلا منا ذكية، فبتقول لها واو شو هالشخصية الحلوة، شو هالذكاء الرهيب اللي عم يشرشر منك، ما شاء الله خزيت العين. فأنت بالواقع عمليا أنت عم تضحك عليها، أنت عم تنافق، عم تضحك عليها، يعني ما عم تصب بخانة الصحيحة. ليش؟ لأنك أنت عم تضرها، أنت ما عم تنفعها، فهي صابة غرور وصابة يعني شيء نفسي منه جيد أبدا أبدا أبدا، وهذا الشيء بيأذيها أكتر ما بيفيدها. وهذا الشيء أنتوا مستمعين اللي بتلاقوا مثلا كتير أشخاص بيقولوا لكم واو على الشغلات فظيعة، على الرغم من أنه هالشغلات أنتوا اللي بتعملوها مانا كتير فظيعة أو مانا كتير خطيرة، ولكن هي يعني عادية مثلا أو أكتر شوي من عادية، ولكن هذه الشغلات الصغيرة ممكن نحن نقدرها ونقطرها بشغلات معينة، نقطرها يعني نحطها بإطار. أوكي خلونا ننتقل مباشرة لاتصالاتكم ورسائلكم، وأول اتصال معي وردة الحب. يسعد لي مساكي وردة الحب. ألو مساء الورد، على أطر الورد، أحلى جوج غرام مساء الورد الناس. اهلا وسهلا فيكي، شو اخبارك يا وردة الحب؟ والله الحمد لله منيحه. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكي. اهلين فيك وردة الحب. هل عانيتي من النفاق؟ نعم ام لا؟ أوه. ايوه حلوه هي، الأول رهيبه. اصبح نحن اليوم في عنا اليوم شغل كتير وفي حكي كتير. قولي حيل 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 من الصديقه قبل شيء. اوكي احكي لي. حتى الاقارب من كل شيء، كل شيء يعني في حياتي نفاق نفاق نفاق. احكي لي شغله من النفاق صارت صحيح. معك صحيح. اي نعم. مثلا صديقتي، نعم انت حلو، انت يعني منيحه، انت يعني عندك جرأه وتطلعين وتخبرين. واو فستانك شو حلو مثلا، واو مكياجك شو حلو. لا قديش حلو انت يعني جريئه وتخابرين وما تخافين. ايه بس وبعدين تحكي مع صديقتي لك ايش انه وحده هاي تخافر ما تخاف مثلا، اي وحده وقحه
ايه بتحكي ايه عليك ايه بي بي ما بي تخاف، بطريقة. لا اهلي يحكون ما عم تخاف، لا يعني المهم تكبر المشكلة اوكي يعني مع الصديقات الاخريات، تمام ما بس هاي ايه، بس انا بقول لكل منافق، انتم كل منافقين ايه ابعدوا عن حياتنا ونقوا قلوبكم قبل كل شيء. طيب لحظة شوي، قبل ما ينقوا قلوبهم خبريني، يعني انت ممكن تكتشفي النفاق او تعتبريه مجاملة يا وردة الحب؟ المجاملة انا بعرف بانه هذا مجاملة او نفاق. كيف نفاق كيف مبين، فيك تعرفي مبين ان بعرف، مثلا لو بده الشخص المقابل مصلحة من هذا الشيء هذا أيه. يعتبر كيف نفاق. كيف بدك تعرفي انه له مصلحة مثلا معك لما بتقلك انك انت جريئة باتصالك مثلا او جريئة بالتعامل او هون جريئة أو هون. انت وهاي علواء انا مثلك، علواء انا مثل جرأتك. اوكي ايه مباشرة يعني النفاق بتلاقيه هو حسد اكتر ما هو اي شيء تاني. حسد 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 يعني حياتي كلها حسد. طيب بحسد برأيك بحسد. انت يعني شو سبب برأيك شو سبب او الحل كيف نتخلص من النفاق؟ ما انا بقول اول شيء نقوا قلوبكم من النفاق. تمام. لما تنقون قلوبكم حتى إذا تكلمتم فالصراحة راحة، صحيح تجرح مرات بس تخلي حد، ما تخلي أي أحد يتجاوز حده بنفاقه. تمام هذا رأيي. أوكي شكرا لك يا وردة الحب، كل التحية أكيد لألك، ورح أروح عند ريناس ومنرجع. أيضا مستمعينا كمان رح نستقبل كمان اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة الأسماس. روعة عم تقول موضوع كتير حلو، تحياتي للجميع وكادركم المشتركين، شكرا لك يا روعة. سيدرا ما بعرف إذا اسمك سيدرا أو سدرا، بكل الأحوال مرحبا يسعد لوقاتك، وكنت غايبة أهلا وسهلا فيك، هلا رجعت يسعد لوقاتك، تحياتي كتير كبيرة لك. هوزان مساء الخير، وتحية أكيد كمان لريناس، شكرا لك مني ومن ريناس. أوكي بما أنه طبعا قرينا الرسائل حد الآن اللي وصلونا، خلونا ننتقل مباشرة إلى اتصال جديد معنا. ابو فهد بالشام بيقول لك اب فهد، مرحبا يا ابو فهد. الو مساء الخير عليك يا استاذ جون، مساء النشاط والحيويه عليك وعلى استاذ ريناس، وامسيه سعيده عليكم ان شاء الله، وتحياتي لكم وتحياتي لكل المستمعين والمتصلين. حبيبنا اهلا وسهلا طبعا موضوعك هذا يسوون عليه بحوث صراحه صحيح. ودراسات نعم. لانه موضوع كلش عميق وكلش صراحه أريد أتكلم لك بواقعية. حكي. والله العظيم قول. المجاملة ايه؟ المجاملة شنو المجاملة؟ المجاملة اليوم إذا أنا فتت البيت مثلا أقارب وسألوني عن طبيعة الأكل، إذا كان الأكل ما طيب وما أريد أسبب إحراج نعم. أقدر أقول لهم أوكي طيب الأكل وماشي صراحة نعم. في سبيل خاطر لا تصير مشكلة ربما بين الزوج والزوجة عن طبيعة الأكل والمرأة تقع بإحراج وكذا نعم. هاي مجامل نعم. بس النفاق اليوم ابسط مثال على المجامله، بس خليني بس افرق بشغله، انه المجامله للشخص نعم. الكتير قريب منك مشان ما تكسر بخاطره اكيد نعم. واحد لزوجته لاخته لا 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 يعني حتى مرات بالملابس يعني بالملابس اوكي مشان ما يكسر بخاطر تمام تمام أوكي. اما النفاق صراحه نعم. يعني ابسط مثال اذا طلع مسؤول مثلا على الاذاعه السلام عليكم جورج مع مثلا المحافظ نعم الناس تطلع بارك الله بيك جزاك الله خير انت البطل انت الشجاع انت الكذا انت الكذا وهذا الامر كله بالعكس انت عطين ازيد الطين بله صح يعني انت احسنت انت عزيد الطين بله انت بينما اذا تقول له استاذ انت عندك غلط واحد اثنين ثلاثه وطلع نعم. حمود المدريدي قال له عندك واحد اثنين ثلاثه ربما من ينام على المخده يقول والله تمام يجوز يراجع يرجع المستشاري الكذا اليوم نحن الشعب حتى بالتواصل الاجتماعي وبالفيسبوك حينطون الشيء أكبر من حجمه برافو أكثر عليك. من قيمته برافو أكثر عليك. من كذا برافو أنا عليك. أحكي لك هي بصراحة والله العظيم وخلي أعترف أول مرة على الجو قول. أكو جروبين جروب قوة وكلمة وجروب أساطير الموصل نعم. والله العظيم أنا يعني مرات من أطلع أقول تحياتي لجروب قوة وكلمة والله العظيم أشعر بالندم ليش ما أشعر بالندم أنه أنا عاد أقول لأنه لا لانه اكو خلافات بين هؤلاء الاثنين هسه ايش يقولون تعال ابو فهد الشو منافق متجه لهذا الجروب ولا لا والله وانا اكثر من مناسبه حتى في خلاص انت بتلحق احساسك وين رايح انت بتلحق احساسك بس مساله بسيطه اترجاك كل هتسمعني استاذ جورج عم بسمعك ايه
والله بالعيد كل من يطلع عنده خصامات مع شخص، انا ما عندي اي خصامات مع شخص. حلو. انا ما عندي اي شخص مع معانه. طلعت حجه وهاني مع علي الصافي في يوم رابع يوم عيد، قلت له استاذ اكو خصامات كبيره وخلافات بين جروبين، والمتصل اللي حيتصلون هسه كلهم حيقولون ما عندنا خصامات. لا اكو خصامات، ونتمنى اذاعه راديو الغد انه تكون لها تاثير بزرع المحبه بين هؤلاء الطرفين والاصدقاء، لان كلنا احنا اخوان واصدقاء. نعم. واحباب. شكرا لك يا ابو فهد، يسعد لوقتك. هلا انا بصراحه ما بدي فوت بهذا الغمار، وما بدي فوت بهي القصه، لانه هي القصه يعني خلص، هي الموضوع شخصي والموضوع بينحل بيناته بين بعض، وما راح فوت انا باسم راديو الغد بهذا الموضوع. اوكي، راح اروح انا وياكم لشيء حكاه كتير مهم يعني ابو فهد. يعني قال تعالى اوكي بسورة النساء، قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يعني حتى المنافقين ذكروا في القرآن الكريم، فما بالكم مستمعينا انه نحن كناس عاديين، يعني اذا قررنا نحن نفوت بهذا الغمار يمكن نقدر نوصل لمكان صحيح او لا. اكيد رح نوصل لمكان خاطئ. لماذا؟ لان النفاق دائما بيقولوا انه الكثير من يعتمدون بشكل اساسي على اسلوب النفاق الاجتماعي ليكون جسر عبور الى احتياجاتهم بطريقة غير مباشرة، وبيتفاقم استخدام هذا الأسلوب في البيئة التي يكثر فيها التنافس بين الموظفين الذين يسعون وراء المناصب والألقاب حتى ولو كان بالتسلق على أكتاف الآخرين. بس أنا واحد من الأشخاص اللي كنت أشتغل بسوريا بشركة عالمية، ما رح أقول اسمها على الهواء، بس الفكرة أنه أنا كنت استغرب من تقرب بعض الناس من المدراء بطريقة يعني مجاملة لطريقة مقززة مقرفة، أنه طلع أنه شو هالقرف يعني، خلاص أنه قول لهذا الشخص أنك أنت ما بتحبه، مبين هذا الشخص ما أنه جيد، يعني ليش حتى تقرب منه؟ بعدين بكتشف أنه هذا الشخص اللي كان يتقرب منه صار بمنصب معين. فيا ترى أنتوا برأيكم النفاق يؤدي إلى مناصب؟ هون السؤال الثاني كمان. أيضا وأيضا مستمعين، عودة لكم دائما بطال السهر، وأكيد اليوم موضوعنا عن النفاق الاجتماعي الكبير جدا والذي قد يكون لحلقات عديدة جدا. ولكن اليوم مستمعين خلونا نحكي عن موضوع النفاق الاجتماعي والنفاق الإلكتروني كمان، ورح نحكي عن هذا النفاق إلى التدرج بالمناصب وأيضا إلى التدرج لحتى يوصل لمكان معين. هذا المكان ممكن يوصل لطرف أو طرف آخر لمصلحة شخصية. منروح لاتصال جديد معي ليا. مرحبا يا ليا. مساء الورد استاذ جورج. يا مساء النور، أهلا وسهلا فيك يا ليا، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيك، الله يسعد لي هالمساء الجميل والرائع والراقي. يلا يا ليا انطلقي. استاذ جورج، النفاق مرض نفسي، يعني اعتبرها مرض نفسي. بالنسبة أنا كما كمجال عملي كشغلي، نعم، تجرت واجهت نفاق يعني جدا قوي. المحل أنا رد أزرها، نعم، مكانها كلش كان أنا كنت حكيت ويا صديقي، تمام، قالت لي هذا المحل ما يفيدك، وأنا قلت لها ليش؟ قالت لي هذا المكان ما يجي يجيبون الكاس ما يفيدك. نعم. أنا قررت إني ما أفتح هذه. يعني انت برايك النفاق بالعمل مصيبه؟ مصيبه جريمه. طيب تمام. ورا فتره شفتيه فتحت غادي المحل هي فاتحتها. اوكي. قلت انت قلت لي هذا المحل ما يفيدني. قال والله ما ادري شنو، والله ماكو مثله. اوكي. ما لقيت مثله. قلت لا انت نافقتي على انت شخص انه ما تريدي النجاحي. واجهتيها يعني؟ كان في مواجهه. واجهت. انا عندي طبيعه، حتى أبويا تحياتي للحمود المدريدي من قال من أكل طبخ، وإذا حتى ما طيب أقول عاشت إيدش. لا أنا أقول ودي الود، والله أكلش ما طيب. ماني مجبورة أني مثلا أداري مشاعرها، لا ماني مجبورة. إذا أنا مشيت على بشي لا راح. طيب برأيك ليا، إذا اختفى النفاق من العالم كيف سيكون شكل العالم؟
والله يكون سلامة والطيبة كل الناس يريدون خير. معقول معقول هذا الكلام؟ طيب معقول انه اذا راح النفاق او راحت المجاملة بنعيش بسلام بيصير العالم حلو؟ استاجرت مرات انت تقول علي انت فردي جريء، تعرف عن ليش فردي جريء؟ نعم. حاولوا حتى بالنفاق ياخذون حياتي. نعم. ياخذون حياتي نفس اللي كان يعيشها. نعم. كانوا يريدون يستغلون عشان ابنهم اللي يبقى بلده. حاولوا يستغلوني انا اتزوجوا عشان ابنه ما يطلع. نعم. يعني بعد هذا الشيء انا مريت بهاي مواقف انه فرد جريء وفرد قويه. اوكي. يعني اشكرهم انه نافقوا بحياتي. تمام. يعني المنافقين هم ينافقون بحياتنا. تمام تمام. استفاد منهم خبره. 100% تمام صح كلامك يا ليا، كل التحيه لك. وليا تطرقت الى النفاق في العمل، لنشوف نورس يا ترى عن شو بده يحكي. يسعد لي مساك يا نورس. ألو مساء الخير والحب والعافية. أكيد وياك نورس الحزين جهاز مكافحة المنافقين. أهلا وسهلا فيك، شو أخبارك يا نورس؟ الحمد لله بخير. اشتقنا لك يا نورس، صلك زمان ما هيك خبرتنا وحكيتنا. تشتغلك الجنة. بس تعرف احنا هالراديو والغد احنا مستمعين هالراديو لازم ننطي مجال لغيرنا. أهلا وسهلا فيك، يسعد لأوقاتك حبيبي. يلا أولا نشوف، حكي لنا عن النفاق، كيف أنت تعرضت للنفاق؟ كيف تعرضت لهذا؟ تعذرت كثير كثير، يعني من الرجال مش مثل النساء، النساء اكثر من النساء، اكثر النفاق من النساء. كيف بيكون أكثر. كيف بيكون النفاق من النساء؟ نورس استاذ جورج استحشوك عن مازن جرى، اقول لك استاذ جورج انت ذهب وانت تاج وما ادري شنو، هو احمد بيك ارفع فوق الفوق وراك، انا اروح شي غير حكي واقوم اسوي غير حكي. نعم. يعني نفاق علني، وانت كل هذا الشيء ما عندك، يعني بس نفاق عليك شو سمعتك، وانت هذا الشيء كله ما عندك. تمام. يعني كل هذا. طيب برجع بكرر سؤالي، النفاق من النساء كيف بيكون نورس؟ يكون استاذ جورج يعني نفسي انا قلت لك بدل ما تحمد بيك وتروح وراك تسري، يعني قدامك تندع بيك شلون يعتش بيك قدامك وراك قال وقلت تسولف عليك سوالف فشا شنو تشوه سمعتك، وانت هذا الشيء كله ما عندك. تشويه سمعه. بس وش تشوه سمعتك انه والله اليوم والله نورس الحزين ما زين او شيء ما زين، هسه عاني حرمت بعد اي واحد يطب علي خاص ويجي طلب صداقه مستحيل حضر مباشره، حتى ما احضر ومتى ما اشوف معك خاف اني اطلب اوف 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 مباشره. الله يشهد يعني استاذ جورج والله العظيم والله يعني تعذبت وانجرحت من هذا الكلام. هسه اقول لك بالله 45 متصله ومستمعه اني حاضرهم. يا الهي يا وجعني اسمعني حاليا فقط اثنين بنات احتويهن ولا المستحيل كلها حاضرها. تمام مين هن البنات بقى؟ انطك اسمين عجوز. لا 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 بنصح بك والله استاذ جورج الله يشهد عليني فاق عليني وتحياتي لابو فهد، اقول فهد احنا اخوه واحنا ما كل شيء ماكو بيناتنا، احنا اخوه قربكم وقربنا واحنا قربكم ما كل شيء على راسي، وخلي كل المستمعين المحترمين على راسي اكيد يعني يعني طبيعي. يعني الجروبات كلها بخدمه المدينه خدمه الموصل. نعم تفضل حبيبي. بس احنا ما عندنا كل اختلافات، ها فهد يقول اختلافات احنا كنا وقربنا. نعم. احنا وياهم على وهاي راديو الغد احنا ويعني هو جمعتنا على المحبه وعلى الطيبه حبيبي. الله يعني الله يحميكم يا رب. طيب عيوني تفضل. راح اشكل جهاز مكافحه المنافقين بس ما خاطير الموصل واحد منافق. الله يقويك يا رب حبيبي، شكرا لك يا نورس كل التحية لك. أم محمد يسعد لي مساكي. ألو ألو السلام عليكم. أهلا يا أم محمد شو أخبارك؟ الحمد لله بخير أستاذ جورج. أنا تأخرت على الخط ويمكن جهازي راح يحكي. حقك علينا. يلا أوكي قولي لنا نشوف يا أم محمد. يلا والله أستاذ جورج أنا بالنسبة لي أعاني من هاي الشغلة مال النفاق. ليه؟ صدقني أعاني منها كثرة زاد مو شو مكان. طيب أنت كامرأة كيف بتعاني منها؟ والله عيوني استاذ جورج اول شغله هي عانيت منها قبل فتره انه جت مره علي قريبه علي ولقيتني اتصل على اذاعتكم. نعم. فقالت والله عفي عليك تتصلين وعندك شجاعه وتحكين وياهم. قلت لها شيء عادي مساله عادي. هذا بجوز هي نقد بناء يعني ما يكون نفاق. لا تجيك استاذ جورج تجيك حكايه. تفضلي. المهم طلعت من عندي. أيوة. العصر اجى ابني ويقول لي علاش تحكين ويا الاذاعه؟ قلت له عادي يعني من زمان اخابر على الاذاعه. ايش مديك؟ قال لي فلانه قالت لي شلون انت قبل امك تحكي على الاذاعه؟ اوف شلون تخاذب؟ ايه عاد هذا هذي تعتبر نفاق صحيح. والله سوبر نفاق هذا سوبر نفاق. طيب اوكي كيف تعاملتي مع الموضوع ام محمد؟ كيف تعاملتي مع الموضوع؟ شو والله وعدي شو تعامل؟ يعني انت يعني صفيتي ابنك لجنبك وقلتي له انه مثلا واجهتيه ولا لا؟
واجهتها استعجاز والله واجهتها قلت لها ليش يعني ليش تجين تقولين انت عندك الشجاعة الكاملة وشون تحكين وشون وليش تروحين تبغين علي وتقولين على حاكيني وجه لوجه قولي ما يصير تحكين بس مو ام تروحين تنافقين علي. طيب شو بتقولي للناس المنافقين ام محمد؟ والله هم والله بالنسبة لي هسع وتحياتي للأخ اللي متصل اللي قبله. نعم. أنا هم عانيت من هذا الشيء على النفاق وسمعت حكي كثير إنه أم محمد تحكي ما تحكي صحيح على الإذاعة وعانيت من كثير أشخاص اللي يسمعوني هسع. كمان كمان والله يعني عانيت منهم كثير حتى رقم تليفوني بدلته من النفاق اللي سمعته وهو يقول البنات تحياتي ما بس البنات الرجال مع احتراماتي الزينين هم عندهم نفاق يعني 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 القصة وصلت يعني ممكن توصل الشغلة للأعراض يعني صدقني حكي كثير حتى خطي كسرته ويسمعوني اللي نافقوا ويسمعوني هسه الخط أقسم بالله الكريم كسرته من النفاق اللي سمعته منهم إن أم محمد ما تحكي كلمة على الإذاعة صحيحة والله أنا بالنسبة لي ما أكذب وأنا بالنسبة لي صريحة وأي شيء حتى الشيء مرات يعني صريحة بأي كلام أقوله أنا مسؤولة عن كلامي. شكرا يا أم محمد يسعد لي أوقاتك كل التحية لك لألك. أم محمد وصلت مرحلة لتشويه السمعة يا جماعة لتشويه سمعتها متخيلين النفاق لوين وصل؟ متخيلين؟ يا إلهي عم نسمع اليوم خبريات رهيبة اليوم الحلقة من نار الحلقة اليوم نار فإذن مستمعينا أكيد متابعين معكم اليوم بالحلقة النار فعلا اليوم الحلقة جريئة جدا 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 ومنتابع هالجرأة مع محمد الصارم بقول له مساء الخير محمد ألو ألو مساك الله بالخير على الحبيب والقريب أبو الياس الذهب نفاق هذا يا نفاق لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أن أترك أبو الياس ما تركته لا والله كنت أقسم بالله كنت تركت أبو الياس يقع بالنص أوكي هات له شو تحية طيبة للحلوة أكيد الضحكة الحلوة محمد على رينات محمد الحوت الأبيض محمد أنت بالتعليقات على اليوتيوب كتبت أنه الحلقة اليوم حلقتي والله بعد راح أنا وعدت حمود المدريدي والأساطير هذه زغروطة من عندي لأنه انطرق هذا الموضوع وهاي لعيونك بس ليك بس ليك محمد ليك انا وعدتكم انه انا رح احكي بهذا الموضوع بالوقت المناسب صح حمود المدريدي ننتظر على حر من الجمر وهذا هو وهذا هو الوقت الوقت المناسب انه نحكي بهذا الموضوع يلا احكي لي نشوف انطلق ابو الياس بدون يعني انا اتمنى منك انه الرسائل اللي تجي علي انت جاي تشوف الشاشه قدامك التورينات نعم. فانا ما راح احكي لا لا ما حدا راح يحكي عليك الفكرة. ما حدا راح يحكي عليك ولا حدا راح ولا احنا راح نسمح انه حدا يحكي على الثاني تفضل الله يبارك بك ابو الياس أقول قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايات المنافق ثلاثه اذا حدث كذب وذا وعد اخلف وذا اؤتمن خان نعم هذا انا احكي لك اياه حتى على مود المستمع فوت بالموضوع فوت الياس المنافق النفاق الاجتماعي نعم. والله اقسم بالله 12 سنه بالمذياع العراقي الكل صدق نعم. وصلت للشرف الشرف نعم. يعني انا نعم. بسبب هذا كلامي انه دائما كل المستمعين براديو الغد انه يقول محمد سالم متعصب ومنافق والسب والغلط وعلى عرضي وانتهاكات وانا حاكيها اكثر من برنامج نعم والله العظيم نعم وهم لا يعرفون محمد سالم ولا عندهم تواصل مجرد عن طريق روابط وجروبات انه شوه صوره محمد سالم في سبيل انه جورج او ريناس ما يلتقون بمحمد سالم طيب. وانا اقول خليني فند معلش خليني فند شغله خليني بس اقاطعك بشغله لو سمحت لي محمد أوكي. انت يعني قلت انه تشويه سمعه تشويه سمعه بدون نعم. ما حدا يعرفك وبس بمجرد انه ما سمعوا صوتك انه ما عجبهم صوتك انه خلص شوهوا سمعتك وانه عم يقولوا انه هذا شخص منافق نعم تابع تابع تفضل اوكي فانا ابو الياس والله انا مجرد انسان شاب يعني شاب حالي حال شباب العالم انا تمام. انسان مثقف اعطي الدروس من اجي باذاعه راديو الغد انا صار لي سنين عن طريق يعني حمود المدريدي والشباب نورس ومحبوب انا من جيت مجرد حالي حال ابو الياس يوصل رسائل مثقف نسوي فتشي جو فري للناس اللي طيب. قاعده واللي ما عنده شو بدك تقول شو بدك تقول للناس شو بدك تقول للناس اللي يعني المنافقين واللي فهموا محمد سالم غلط يعني كيف انت ممكن تعدل هذه الصوره بهذا الاتصال تفضل
شوف ابو الياس انا بس مختصر للمنافقين، والله اقسم بالله وانا قسمت ويا جورج غرام اللي هو بالقلب، هو وكل راديو الغد حبيبي، انا مسامح كل انسان، مسامح كل انسان. هسه انا الرسائل جاي تجيني يقول لي انت منافق، هسه هسه انت يقول كلامك فاضي. فيا اخي يا اخي انت انسان وانا انسان، انا هذا لفاقتي وانا ما عندي شوية احد، مسامح الجميع دنيا واخره. هلا هلا وانت على الخط، وانت على الخط عم يجيك رسائل عم يقول لك انت منافق. والله والله اقسم بالله جاي اقسم بالله، ترى الله وانا امي على فراش الموت جاي احلف يمين وكل الدنيا. الله يعافيه الله يعافيه. والله المستمعين اللي يطلعون يجاملون هسه بالجو ويشاركون وياك النص بيهم انا اقول لك يا، وانا ما قايلها ترى النص منافقين ودجال ويجون بس يبيعون شرفيات براس محمد سالم وجورج غرام، ونصهم يكرهون جورج غرام ويكرهون محمد سالم. كمان يكرهون أنا شو دخلني طيب اللي يكرهون، وهذا موضوعي طيب. فأنا رسالتي الأخيرة طيب. حتى ما أطيل للمستمع تفضل تفضل. والله مسامحكم دنيا وآخرة طيب. ومحمد سالم مستمع وشهرتي أكبر من أعماركم طيب. وأنا إنسان مثقف، أنا مدرس تربية رياضية، أنا درست أمثالكم، واليوم جورج غرام جاي يدرسني طالب. لا يا حبيبي لا يا روحي لا يا قلبي لا يا أنا أقول لكم رسالة وطبعا لا. تحية للمخرج رينا. والله العظيم أنا محمد سالم إنسان فارغ داخلي، مظهر الداخلي ليس منافق، اللي بقلبي على السالم طيب. أنا أحب الكل أوكي. أنا أريد مشا الخير مشان ما نطول محمد، مشان ما نطول لو سمحت لي أوكي. أنا واضح بالنسبة لي أنه محمد السالم عم يحكي شيء من حرقة قلبه يعني للولد، من حرقة قلبه يعني لمحمد السالم، يعني مع احترامنا الشديد للجميع لكل من يعني محمد السالم في مشاكل بيناتكم، يعني اعتبروا راديو الغد هلا هو واسطة بيناتكم. محمد السالم عم يمد إيده عم يقولكم أنا اليوم مسامح الجميع، وأنا اليوم يا ترى بقدر أفتح معكم صفحة جديدة بكل بساطة عم إلكم إياها. محبوب العراق مساء الخير. ألو 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 مساء الخير والحب العافية عليك وعلى كل كاد الراديو القد وعلى الشباب أساطير الموصل. مساء الورد والياسمين، أهلا وسهلا فيك يا محبوب العراق، تفضل حبيب قلبي. حبيبي ربي يسلمك. شوف أستاذ جوز اللي اليوم محبوب العراق رجال ما له دخل بعد، يطلع الصبح يرجع المغرب نعم. صدقني حتى الماسنجر اني خاف لهم نعم. من وراء المنافقين اكو ناس توصل للسكرينات ما صدق. تمام استاذ جوز نعم. توصل للسكرينات ما صدق نعم. حذفت الخاص نعم. ابقى بس على الفيس على التعليقات يرجع يدزون رسائل على عرفهم انت كذا انت كذا انت منافق انت تقصف انت كذا. طيب اوكي كذا. طيب ليش هي الاتهامات؟ يعني هون السؤال انه ليش هي الاتهامات اللي عم تقول؟ صدقني 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 انا ما احمد لك بنفسي ولا احمد لك بجماعتي بس لو ما يشوفونا احسن منهم وارتب منهم ها، ومثل ما يقولون هم يقولون ما عندهم شخصيات، هم الموضوع انقلب عليهم. تمام استاذ جورج، يعني محاربة النجاح يعني ايه محاربة النجاح. شوف استاذ جورج نعم. محبوب العراق نزل صورة نعم. تجي انتقاداته هواية، حمود المدريدي نزل صورة تجي انتقاداته، علق له حالك حال على بيس علق تعليق سلبي تمام. ليش تخليه يشك بك ان انت منافق؟ ليش تضره؟ تمام يعني انت يعني انت انت عم انت عم تحكي يعني هلا الناس لما بيسمعوا مثلا محبوب العراق او بيسمعوا اي حدا عم يحكي، هو عم يحكي ضميره يا جماعه، هو عم يحكي ضميره، هو عم يحكي بما يمليه. ما هيك احنا طلبنا هاي الحلقه منك، الله شاهد على ما اقوله ورحمه نعم. امي انا ما اختلف وياك كلام معي، بس اليوم اكو بعض متصلين محاربين الأساطير وتعرف حمود المدريدي ما يحب المنافقين. محمد سالم نوف تعرفهم بشرية جدا ضعيفة، بس تمام. يسوون طيب. يعني يحكون ويا هذا لو ويا هذا لو ويا الآخر يعرفونهم. هلا مشان نفوت بسجالات شخصية، يعني إذا سمحتوا لنا يعني مشان ما نفوت بسجالات شخصية ومشان ما نفوت بقيل وقال، خلونا يعني بيصلوا الموضوع. أتمنى إنه يكون اليوم الهدف من الحلقة قد وصل فعلا ويصل من خلال اتصالاتكم، عن جد أنتم مؤثرين جدا. كل اتصال عم يجيني عم يكون مؤثر أكثر من الآخر، لأنه عم يكون في كلمات عم تنبع فعلا من القلب. ما هيك أكيد مستمعينا، اليوم عم نحكي عن النفاق الاجتماعي، يا ترى شو سببه وما هي سبل العلاج لهذا النفاق؟
على ما يبدو أننا كلنا نعاني من النفاق وعلاج النفاق يقال بأنه يبدأ من الأسرة، فالوالدان يجب أن يكونا القدوة أمام الأبناء بالتحدث أمامهم بكل صدق ومنح حرية التعبير عن آرائهم. أما بالمدرسة فدورة طبعا تعليم الطلاب البعد عن الكذب والنفاق في المجتمع، ومن المهم أن يتم تدريسهم مادة التربية الأخلاقية بشكل عملي لتكريسهم في عقولهم حتى تصبح منهجا وسلوكا اعتياديا بالنسبة لهم، فيساهم هذا الشيء بتنشئتهم تنشئة سوية. طبعا مستمعينا، بيحتاج دائما الأفراد إلى المصداقية بالتعامل بمحاربة كل أشكال النفاق الاجتماعي بجميع الوسائل المتاحة. رح أحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بعد لحظات، ولكن خلونا ننتقل إلى أمريكا مع مدام نادية. مساء الخير مدام نادية. ألو. مساء النور، كيفك؟ يا مساء النور والبنور، أهلا وسهلا فيك، شو الأخبار؟ الحمد لله كويس. أهلا وسهلا فيك، سعد لي وقتك. أنت دائما يعني أنت ما بتقفي حلقة إلا بتتابعينا، وهو نفاق من نوع آخر. أكيد. هلا أنا بحاول تشاهدي كل الحلقات. يسعد دواتك. لا عم بمزح معك. أوكي، فضلي مدام نادية، يعني أنت كامرأة هل تعانين من النفاق الاجتماعي في حياتك، في عائلتك، في شخصيتك؟ تعانين من هذا الموضوع؟ كل اللي ذكرتون أكيد لا. نعم. لكن بقول لك حتى أكون حقيقية بالحكي. تفضلي. إنه تعرضت للنفاق من سنوات. نعم، حكي لنا. وهي بعتبرها خبرة إلي. نعم، شو صار معك؟ ممكن توضحي لنا شوي أكثر؟ هو اللي صار إنه حدا بين لي إنه شخصيته كتير كويسة. أوكي. وإنسانة هي صديقة. نعم. بعدين اكتشفت إنه على البعد. إنه في مصالح شخصية بدها اياها مني. اوكي، مصالح شخصية. النفاق هو شخصية. هو المصالح الشخصية تحديدا. اوكي، هذا الشيء اللي حكيناه ببداية الحلقة. تمام. هلا هو النفاق بكل المجالات، بالعلاقات، بالشغل. نعم. شو ما بدك، حتى بالاهل، بس نشكر الله بالاهل وبالعائلة ما عندي هالشغلة العادة البشعة كثير. نعم. هي شغلة بس سبقتني. واجهتيها مدام نادية؟ واجهتيها؟ ويعني لما نحن طبعا من عالج النفاق فممكن نواجه. أكيد واجهتها وحطيت الحروف، لا نقط على الحروف. نعم نعم. بقى هو أفضل شيء إنه تواجه الشخص، يعني دغري تقول له وين توتري، دغري بوجهه. نعم. هذا الشخص إذا كان بعيد عنك ما بيهم. تمام. تجيب أسلوب معين، بس إذا الشخص كان قريب منك كتير. نعم. هذا لازم تواجهه. بدي أقول لك جورج، أنا اتصلت. نعم تفضلي. كان ببالي بس هيك فكرة لأنه واحدة ذكرها. قولي لنشوف. وللأسف أنت ذكرتها قبلي بثواني. شو هي؟ أنه أهم شيء أنه حتى ما يكون شخص منافق. نعم. بالمجتمع. نعم. كفرد. نعم. أهم شيء العائلة، الأهل. نعم. وأنت قلتها. نعم. لأنه وين الواحد بياخد النفاق؟ من وين بياخدها؟ من أهله. من الأشياء اللي اكتسبها من أهله. طبعا أكيد. بس هاي النقطة كنت بدي أحكي فيها أكتر شيء. وأنت حكيت فيها. نعم. بقى بحب أنه كل حدا يكون منتبه عليها. تمام تمام، شكرا. تفضل شيء ثاني كمان. لا انا بس هاد الشيء انا كان بدي اياه، ويعني انت اعطيتي المشكله واعطيتي الحل. شكرا لك مدام ناديه، يسعد لي وقتك. في شغله بس بدي الفت نظركم مستمعين عليا. حلو لما بنشوف مثلا شخص، انتبهوا كتير منيح شو بدي احكي. عم بحكي كرجل وكامراه. لما بتشوفوا مثلا رجل امراه بتلاقوه انه بيقول لك انه هذا الشخص ما بيعرف يجامل، هذا الشخص بيقول الاعور اعور بعينه، هذا بيقول للشخص انت هيك يعني انت هيك، هذا الشخص لا تفرطوا فيه، هذا الشخص عنده مبدا، هذا الشخص عنده اساس، هذا الشخص مربى صح ومتعود دائما يقول كلامه ويقول رأيه بكل صراحة بدون أي خوف.
اوعكم تقربوا على شخص يقلكم مثلا اللبن اسود لانه بحبكم واللبن اسود، هذا شخص منافق، صدقوني شخص منافق. في فرق، برجع بقلكم، بين الشخص المجامل مشان ما يكسر بخاطر حدا، وفي فرق بين الشخص المجامل لأجل النفاق معين. فشخص لما مثلا بتعرف أنا على صبية بلاقيها بتحكي رأيها بكل بساطة، أنا بعرف أنه هي مرباية على الغالي، مرباية تربية صحيحة، بس مو بوقاحة، مو بوقاحة واحد يقول رأيه بوقاحة، لا صفى شيء تاني، هذا قليل تربية بصفي. أما لما مثلا صبية تتعرف على واحد بيقلها رأيه بكل بساطة، إلا هيك هيك خلاص، هذا لبن أبيض ما نو أسود، لا هذا أبيض، ليش ولا أضحك عليكي أنا؟ فهذا الشخص تمسكوا فيه، لأنه هذا الشخص صحيح 100%. طبعا بدون ما يجرحكم، في فرق بين الشخص اللي بيجرح، وفي شخص بين الشخص اللي بيقهر، وفي شخص بين عم يضحك عليكم. في مثل عربي بيقول افرح للشخص اللي بيبكيك مو للشخص اللي بيضحكك، لأنه الشخص اللي بيبكيك مشان مصلحتك، والشخص اللي بيكون عم يضحكك بيكون عم يضحك عليك. عودة لكم مستمعينا بطول السهر، واليوم موضوعنا عن النفاق الاجتماعي. يا جماعة أنا لهلأ برجع بقلكم أنه يعني اليوم عن جد بدون أي مجاملة، اليوم الحلقة أنا بعتبرها هي من أهم الحلقات اللي تقدمت بطول السهر حقيقة 100%. أوكي، كمان رح أروح لاتصالين بعدين برجع لرسائلكم الطويلة اللي صارت كتير عندي رسائل رح أراها كلياتها. في معي أيضا اتصال معي إدريس. مرحبا يا إدريس، مساء الخير. مساء الورد، كيفك يا إدريس، شو الأخبار؟ والله الحمد لله، شلونك أخبارك؟ حبيب القلب، أهلا وسهلا فيك، يسعد لواتك، تفضل يا إدريس. موضوعك على مود النفاق؟ أي والله هيك بيقولوا. أوكي، طبعا أنا سمعت المتصل سمعت كل من عصب وكل من فعل وكل من ما شاء الله. نعم. طبعا أنا رح أحكي لك الشيء اللي صار وياي. أنا شخصيا قلبي طيب. نعم. يعني شلون أقول لك، أعترف إنه بس عم بسمعك إدريس، ما صوتك راح كأنك غرقت. إيه تفضل. الشيء اللي أقوله إنه أنا شخصياً أكوتنين. نعم. حبيت أسوي خير وياهم. نعم. هذا الشغلة قبل العيد طبعاً. نعم. سويت خير وياهم، واصلتهم ويا بعضهم. نعم. وقت واصلتهم ويا بعضهم اثنيناتهم. نعم. كل من اللي قالوا حجة وحاضرني. نعم. يعني صور أنا سبق وحكيت لك الأسبوع الراح عن شخص، يعني قلت لك يقول لي فوق ما أنت كذا حالتك تسوي مشاكل. يعني صور من مجموعة هذا الشخص، من هم مجموعة، فمن مجموعة هذا الشخص. نعم. يقول لي أنت فوق ما كذا حالتك أنت ما تقعد راحة. قلت له أدري يعني شو مسوي، يعني أنا مجرد مدافع عن حقي. نعم. هذا الشخص المقابل كان مصلحتي لدرجة مجرد أخذ الشيء اللي يريده وباي باي. أها. إيه. أوكي، يعني هذا الموضوع لمصالح شخصية عم تكون أكتر وأكتر، ما هيك؟ أكيد طبعاً المصالح، والله أستاذ أكثر شيء. نعم. أكثر شيء الناس، هسا أنا شخصياً متواصل مع اثنين ثلاث. ما كانوا كم أصدقاء بس الكل كشفتهم مع يعني أنت لسه، يعني أنت لسه في عندك خليني أقول إنه لسه في عندك حذر كبير جدا بكل من تتعامل معه. أكيد أكيد أكيد، وصراحة أقول لك ياها، أي بنية تواصل معايا ما عاد أثق بها، مجرد ما عاد البنات اللي أعرفهم بنات، ما عاد البنات اللي أعرفهم بنات، البنات المتواصلة ويا على الفيسبوك غير. إيه. مستحيل أثق بوحدة ما عدا اللي أعرفهم بنات، أي طلب يجيني مستحيل أثق به، لأن محادثاتي جاي تتحول. يعني تصور قبل فترة نصحت بنت من ولد ولد أنا عارفه، يعني أعرفه وعندي حتى أقول لك تسجيلات له. تمام. فمجرد نصحتها من عنده راحت حولت المحادثة عليه وكل شيء حضرتني. تمام. أوف
يلا سيدي بسيطة. يعني شو يعني شو. يعني هذا الموضوع إدريس عم يقوله كمان من حرقة قلب، وهذا الشيء من كتر ما كان في عنده يعني أصدقاء وغدروا فيه ونافقوا بشكل كبير جدا وشوهوا سمعته لإدريس، فما عاد عنده ثقة. يعني شايفين لوين عم نروح؟ عم لاحظين لوين عم نروح؟ نحنا عم نروح لمحلات بعيدة كتير من الشغلات التأثيرات النفسية على الإنسان، فهذا الموضوع يعني يؤتي بثمار غير صالحة للاستخدام أبدا، وتؤتي أيضا بثمار يعني لا تؤكل في بطبيعة الحال. نهاد مساء الخير. ألو. ألو مساء الخير. يسعد لي أوقاتك يا نهاد، شو أخبارك؟ شو أخبارك أبو الياس؟ أهلا وسهلا فيك، نورتنا يا غالي، أهلا وسهلا فيك. يا حفظك الله أبو الياس. تفضل يا نهاد. وكرمنا وكل كادر المستمعين. شكرا يا قلبي، أهلا وسهلا فيك، تفضل حبيبي. طبعا أبو الياس أنا ملت يعني غروب، بس موضوعك يخصني قلت لازم أشارك لي. قول نشوف. بالنسبة لي أنا أبو الياس يعني إيه من فرط إنسان ما منفتح وإنسان نعم. منعزل. بسبب النفاق؟ بسبب النفاق؟ أبو الياس مريح بالي وبعدين كل هاي الشغلات كل هاي السوالف مرتاحاني منعزل ما أخلط بحد. طيب. والأشخاص بحياتي معدودين. نعم. خلال هالسنة سنتين بتخلي يكون إنسان منفتح وأخلط ويا الكل، اختلطت يعني مع أشخاص صراحة وقعت بنفاق وقعت يعني بأشياء أنا بعيد عنها. طيب. يعني أبسط شيء أبسط شيء اتصالي على الإذاعة ورا ما خصصت تجيني انتقادات. وأني الكل يعرفني أني ما عندي شيء أحد وأحب الكل. أوكي. وبعدين كل هاي السوالف واليوم أني مع احترامي لكل الناس قدام الناس عندي حب أبو الياس، أبو الياس إعلامي مميز، أبو الياس أنا أحب أبو الياس خلق شبيت مع احترام الناس روح أقول أبو الياس والله نهادي انتقدك ونهادي أقول أبو الياس هيك أبو الياس طبيعي يعني طبيعي وقعت أبو الياس بأشياء يعني وبنفاق كان أستشعر ميديا تمام. أو إذا بالواقع وقعت بكل هاي السوالف تمام. وأني من يعني خلال الكل أويا الكل أني أحب الكل وما عندي شيء ويا أحد. قلت لك خلال هالسنة سنتين صار عندي خلاف ويا أشخاص بسبب النفاق. وأني هاي الأشخاص يعني مع الأسف مقربين علي ويعرفوني في المشي يعرفوني عندي كل هاي السوالف بس ما يكلم صار خلاف وياهم كله بسبب النفاق. وأسف أبو الياس رغم أنه رجعت إنسان منعزل هالساعة حتى شغلي أهلي أصدقائي ومع الأسف هم جاي يصني سوالف وحشي بس هم مقبض عن كل هالسوالف ومتجاهل. أنا واثق بنفسي يكفي تمام. رجعت الساعة نزلت وقعدت عن كل هاي السوالف يعني صراحة وصلت بأشياء كنت بعيدة عنها وقعدت لا خلال هالسنتين مش لا صار رجعت إنسان منعزل وبعدت عن الكل وحد أشخاص بحياتي معدودين وما عندي والله كلامك مؤثر جدا يا نهاد، والله كلامك مؤثر جدا. وحلقة اليوم يعني لا تعاد مرة واحدة، تعاد لعشرات المرات، وأنا رح نزلكم إياها يوتيوب بعد الحلقة بساعة، وإن شاء الله يا رب ترجعوا تسمعوها. ما بتتخيلوا يا جماعة الحلقة اليوم يعني مؤثرة جدا جدا جدا. شي طبيعي إنه نحن كلياتنا ننتقد، طبيعي ما في إنسان يجمع عليه كل الكرة الأرضية أكيد يعني ولا حدا من الأنبياء مثلا أجمع عليه من كل الناس، يعني ما بالكون الإنسان العادي. ولكن النفاق أنا بالوش مراية والورا شي تاني، شو بدنا نعمل يا ريناس؟ حمودة المدريدي مساء الخير، يسعد لي مساك يا حمودة. مساء الخير. مساء شو عم تاكل؟ والله ما تاكل بس العافية. صحة وهنا يا حمودة، أهلا وسهلا فيك. بعد روحي، شو أقول لك؟ أقول لك مساء الخير عليك وعلى ريناس وعلى نصيف زيتون. يسعد لي. أنا عارفك تعشق لا ينتهي. أي والله. أعرف والله، جاتني خبرية قالوا أستاذ جورج ما شاء الله عشق لا ينتهي. الله يخليه. اي والله بحبه لنا عصيف بحبه. قد اسم محمد السالم اعرفك، قد محمد السالم في النادي الرياضي. تفضل يا حموده، هاي الحلقه حلقتك ها استاذ جورج. ما اقول لك الحلقه حلقتي ولا ما شاء الله ما شاء الله المتصل من اول اتصال الى اخر اتصال كله كفته كل شخص يحكي معاناته. نعم. بس انا راح احكي لك يعني
شحت محمد حش محمد كله هذا أنا على إيدي صحيح كله على إيدي محمد المدريدي كله إثبات ودلائل وسكرينات محبوب كذلك نورت كلها يعني بس أنا سيد جورج راح أسألك سألكن يا أنت تستغرب أم الكل تستغرب قول سيد جورج أنا بالبداية أشكر راديو والغد قولي ليش ليش لأن أنطتني ناس خلت الناس تحبني نعم وكانت الناس أنا شتاني أنا من راديو والغد والله العظيم شت أفوت بموضوع ما أعرف أناقش نعم بالله العظيم مدناب ما أعرف أناقش أجل الموضوع بكيف أسترجع يعني المقدم يجي يعني أسر في المقدم أسترجع شيش بيش فيك يعني البركة فيك البركة يا حمودة فيك البركة لا لا صراحة صراحة بس أحكيك الصراحة خلنا أحكي لك أستاذ جورج نعم بس حتى أشتري شنو سلفك يعني تجيك كلها هذه بيها رباط السالفة قمت أسمع الراديو والقد قمت أسمع الآدم أسمع السعد الأسين كل المقدم محمد آل زكريا ريناس حتى يعني من ثنوباتي شم خطط رسالة أو أغنية دحج على مواضيعهم خليها وين خليها بدماغي نعم لان انا ايش عندي عندي مشروع نجاح لازم انا اصل هذا المشروع النجاح نعم قمت انا سويت قمت اشتغل على الاستماع واسمع الراديو المذيع اسمعه مو غلط واستفاد منه مو غلط نعم ليش حتى شنو اطور نفسي نعم حلو بعد ما كسبت هذا الخبره ما الحديث مع النقاش افوت باي موضوع نقاشي يخص المدينه او يخص اي شيء انا طب اكون الحمد لله اشكر اللي اسولف بيه اللي اعرفه مثل ما تقول كسبت شعبيه بالشارع المذيعني اللي بالموصل صارت عندي شعبيه قلت اختلط مع الناس كل هاني قلت حتى شنو لا يقول عليه متكبر حتى يقول حمودي متكبر مغرور يا ابو ما يخالف اوكي مغرور متكبر هذا انا طبعي فتحصلت ثالثه احد الاصدقاء الولد اللي سولف شغلت الشرف هذه منتهين منها قمت عن شرفي حكى على اهلي هذه منتهين منها يعني حدث ولا حرج استاذ جورج حتى اتهموني أنا أستفز بنات العالم بصورهم كمان بالله العظيم كمان أوكي فأحد المقدمين أحد المذيعين اللي بالموصل أوجه له تحية جزء احتمال يسمعني هو نعم خابر نقعد لحمود اللي قاعد وياك شنو دائما تراس أنا وانتخابه دخلنا قاعد وياك قلت ما يخالف نعم والله قاعدين أنا هو بأحد الكافتريات نعم سلمت عليك عن تناقش قلت والله سعد العزيز أنا تعبت يعني وصلت الحاجة إلى أهلي الحكي علي نعم أجي أناقش معاك وأنت الدليل نعم بنطلع معك الموضوع تجي الرسالة علي ينتقدوني قال لي تمام نعم قال لي بس ليش شيء قلت والله العظيم هذا بسبب النجاح والناس تحبني نعم قلت خلينا نسوي اختبار هسه انا وانت واختار لك الاحد المستمعين وانت تصفر عليه شو قول له عليه قال والله فكره حلوه قلت بس عبد الحمود يمي قال لي تمام والله استاذ جورج طب علي السلام عليكم قال له يا فلان اريد رقم تليفونك قال لي انا بالاستاذ اخبارك امور تسلم علي اريد رقم تليفونك خابرك قال ما يخالف انت الرقم رد الرقم خابره قلت افتح السبيكر خلينا نسمع ايش راح يقول طيب قالوا تعرف انا جيت الموصل وراح اقوم اقدم انا ان شاء الله بالموصل وهاي الامور وكذا اذا عواني صح حمودي راح يصير يكون قريب قال يا حمودي قال حمودي المدريدي قال دير بالك هذا منافق هذا مخش ادمي ايوه والله استاذ جورج وهذا هو قريب على اساس علي قال حتى يشرب خمر قالوا مستحيل وانا قاعد يمه هي قالوا كل عقلك انت تحكي هاي يعني هي حريه شخصيه يعني تشرب خمر تشرب لا استاذ جورج انت بس شوف النفاق طيب والله المهم قال ما خلى شيء وانا بس اسمعه قلت ما راح احكي كل شيء شو اسوي مجبور انا اسكت يعني بس راح افضح نفسي هذا نعم والله استاذ جورج طولت قعدتنا نعم تقريبا ما يقارب 5 ساعات قاعدين خلنا انا اخابره هالمره خابرت قلت له السلام عليكم هذا الحبيب اخبار امورك قلت سلام بعد الثاني قلت له اقول لك فلان جا للموصل وراح اتعامل وياه انا شو تقول؟ قال معود خلي يولي هذا الشذاب ايش سامع؟ قلت له ليش؟ قال هذا منافق ايش دخل شو وداك عليه؟ وقام يسولف لي هذا قبل شوي كان يحكي معاه حبيبنا وصاحبنا اوكي فعاد استاذ جورج نعم الناس ما ترحم قلت لك والله العظيم اذا على الاهل حدث ولا حرج والاستفزاز لا حدث ولا حرج الحل هو اللي هو اليوم الحل البسيط اليوم من حمود المدريد قاعد يحكي معاك يرجع لنفسه خلي يرجع لنفسه شويه لا يظن بالناس سوء حتى اذا اليوم حمودي غلطان خليه يعترف بغلطه اليوم انا اذا جورج غرام ناجح والناس تحبه انا اضرب المثال على جورج والناس تحبه ورد يصير انا انافس جورج ما انافسه بالنفاق نعم انافسه شلون جورج يا طريق اللي استخدمها نعم يا طريق اللي استخدمها ووصل بهذا النجاح المرتبه العاليه نعم شلون يحكي مع محبوب وشلون يحكي مع محمد وشلون يحكي مع نورس انا اتعلم هذه كل الامور فجورج والله العظيم والله العظيم انا هسه انا حتى بعد شويه شويه اخف يعني شويه شويه اخف عن الناس نعم يعني تجاهل انت تجاهل الناس قمت ما اعرف ايش اسوي يعني حتى هسه بعض المرات نعم يعني شنو شكاويهم
حتى الصباح براديو الغداء ما تتواجد استح لهم ليش اذا ابتعد شوي عن ارتاح بس السجل طيب شنو هي لازم الرجوع كل واحد يرجع لنفسه اليوم يرجع الى الله سبحانه وتعالى بس كل واحد اليوم يقول لك يقول انا مو منافق ونعم بالله ونعم بالله يا حموده ونعم بالله ويعني كل واحد اكيد كل واحد بيعرف حاله بالنهايه مين هو كمان في معي اتصال اياد مرحبا يا اياد كيفك يا اياد شو اخبارك شو اخبارك استاذ جورج اهلا وسهلا فيك يا اياد يسعد لي اوقاتك الله يسلمك ما جايك عشاء تتعشى معي ان شاء الله هيك بتشرف ان شاء الله الف صحه وهنا حبيبي والله بيشرفني حبيب قلبي خلي لي اياك يا رب تفضل يا اياد اريد ادخل بالموضوع ما ارد اعطي مقدمه تفضل حبيبي استاذ جورج ليش ما نسميها صراحه يعني قول سميه مثل ما بدك لا لا يعني افهمني النفاق موجود نعم ولكن واحد يحكي بظهر واحد غلط اذا انا غلطان يجي يواجهني يقول لي ترى فيك هذا الغلط نعم يعني ما يحتاج يروح يحكي بظهري ولكن هذا الشيء يعتمد على التربيه يعتمد على تربيه الاب والام والاهل بصوره عامه وهذا الشيء يعكس تربيته يعني يعكس تربيته على نفس الشخص اللي ينفق اللي يحول كلام بين شخص وشخص طبعا الآراء كلها على عيني وعلى راسي ولكن اللي يطلع ويمدح بنفسه ويقول أنا زين وأنا ما عندي شيء هذا أكبر منافق تمام يعني أنا أعرف أشخاص صدقني ما أقدر أحكي عنه ولا أقدر أحكي عشان جمال كل من خصوصيته ولكن يعني مع الأسف يعني يكونون مع الناس ويحشون معنا ومع الأسف وحرامات يسمون هذا الهوى تمام يعني أنا أعرف شغلات وعندي مستنفكات وعندي يعني أشياء يعني ما لو يعني أنت بتعرف أشخاص منافقين ونعم تفضل إيه ولكن يعني قلت لك اللي يطلع يمدح بنفسه ويقول أنا وأني هذا أكبر منافق طيب تمام وثبت لك تعتمد على تربيته نعم من يمدح نفسه هو أكبر منافقين يقول أنا ما عندي شيء واني هذا أكبر منافق نظريتي أني تمام وهي وجهة نظري وأنت دائما تقول أحسن من وجهات النظر نعم 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 على كل حال يعني الفكرة صارت واضحة جدا وعلى ما يبدو أنه كل واحد فينا وكل واحد اليوم اتصل وكل يوم واحد عطى رأيه أكيد يعاني من هذه الظاهرة المشكلة المنتشرة بشكل فظيع جدا وزادت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي أنا رح أقرأ رسائلكم مستمعينا بشكل كامل رح أقرأ لكم إياها ولكن في عندي كتير رسائل صار والاتصالات أكتر وأكتر ولكن يعني لازم أقرأ الجميع أوكي؟ في عندي رسالة من شيرين بتقول مثل جمال جورج وريناس وعلى كل من عم يسمعكم وشكرا على عيد ميلادي أنا لسه مطول كتير عيد ميلادي لسه في 10 أيام وانت بألف خير تسلمي لي يا رب عم تقول والله يا جورج حياتي كلها نفاق هيك عم تقول شيرين حياتها كلها نفاق صباح الخير جورج نعم النفاق يوصل الإنسان إلى أعلى المراتب وإذا بتريد سميها مجاملات اجتماعية لأنه اثنين إذا قلنا لهم لا بتتبهدل ومن خاف سلم الزوجة والسيد المدير العام أحمد تحية لك يا أبو حميد هاي جورج تحياتي لكم الجميع موضوع مهم جدا سلام المخرج من بقعة الكبريت مساء الخير جورج على ريناس وأنا المجتمع اللي أنا عايشة فيه كله نفاق بنفاق زهرة الربيع تحية لك يا زهرة الربيع كمان في عندي أسماس بتقول يا سيد الفاضل إذا افترضنا جدلا اختفاء النفاق من العالم فعندئذ نلعن عن إقامة شو هي؟ نلعن عن إقامة أو نعلن عن إقامة جمهورية أفلاطون مدينة الفاضلة أحمد لا 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 لسه في كتير سلبيات بحياتنا مو النفاق هو أهم يعني في كتير قصص كتير يعني مساء الخير جورج اللي دمرتني الصراحة مع الأشخاص وكلش أضوج من النفاق وتخيل وتخبل منه تحياتي المبدع والمخرج حسام اليوم معنا ريناس وليس حسام بكل أحوال تحية لحسام ليش دمرتك ليش دمرتك يا مازن بالعكس أنت هيك بهالحالة بتنامي
وبالك فاضي وبالك مرتاح. المنافقون المنافق يكون كذاب، هيك بتقول نرجس. كمان مساء الخير جورج، حييك على هذا البرنامج الأكثر من رائع وموضوع من لب المجتمع وكثر النفاق بين الناس بالآونة الأخيرة. أريد أشارك بس ما عم بقدر أحصل. تحياتي لك رنا. رنا معي على الخط بعد شوي رح ناخدها، ولكن خلينا ناخد حوراء. بدي أقول مرحبا يا حوراء، يسعد لي أوقاتك. ألو. ألو مساء الخير. مساء الياسمين على عيونك. مساء النور، أهلا وسهلا فيك يا حوراء. تفضلي يا حوراء، ما الذي تعانينه من النفاق؟ بس الأول بدي أعتذر منك يوم الاثنين. على شو؟ يعني منتك أم الزعل، فما يعني أسد هالك. عفوا على شو؟ يعني قلت لك أم الزعل فأسد هالشي زعل. ما فهمت عليك، والله ما أفهم عليك يا حوراء. يا مستني يا مستني قلت لك عمو في زعلت، يعني قلت لي عمو أنا زعلت. أنا ما زعلت، ليش حتى أزعل؟ لا ولو قولي شو ما بدك، قولي قولي جدو إذا بدك، ما في مشكلة. قولي جدو. لا يعني بحسبك نفسي عم كل الكل اللي حتفهم المعزة. شو صوتك أنت اليوم؟ خير؟ تعباني شوي؟ لا ما في شيء. أوكي. عم تعطشي لأنك شوي. طيب يلا أوكي، تفضلي تفضلي يا حوراء، أعطيني رأيك، هاتي لأشوف. الموضوع النفاق، يعني اكو فرق بين النفاق والمجامله. المجامله الشخص، النفاق انك تحب شخص بس انت ما تحبه، بس بينك انت تحبه وتمدحه ورا تحكي عليه. وهل يعني انت وهل عانيتي انت من هذا النفاق؟ اي والله عانيت كثير. تمام. المنافقين موجودين كثير. شو اخر مره يعني اصابك النفاق فيها؟ والله يعني في كل المرات خصوصاً في حالتي، في دائما الناس ينافقوني وأنا أعرف أحد. مثلاً أعطيني مثال. مثلاً يعني من يجون يقولون أنت يعني شخص مهم وتنحبين وكذا، أنا أعرف إنهم ما يحبوني، بس يعني ما بيني وما نحكي حسني لا المخ يعني حالتي ضرير وكذا، بس أنا أعرف عليهم إنهم ما يحبوني. اوكي، يعني بكل بساطه هذا اسمه نفاق مباشر انت كشفتيه. نفاق. طيب شو شلون بتتعاملي معه؟ شلون بتتعاملي معه؟ اتجاهله. الله يسامحه ويسويهم بس، يعني الله يسامحه وخلاص. هو شخصيته ونفسيته وشعبه، الله يساعدهم على نفسهم. اوكي، متسامحه ومتصالحه جدا مع نفسك يا حوراء، وكل التحيه والاحترام اكيد لك. رنا ليك صارت معي على الخط، هي عم تقول يعني انا بعاني من هذا الموضوع وما عم بقدر احصله. هل صرتي على الهواء هلا يا رنا؟ يسعد لي وقتك. الو مساء الخير استاذ جورج. مساء الورد والياسمين، تفضلي يا رنا. طبعا موضوعك اليوم من لب المجتمع، وفعلا النفاق يعني الله سبحانه وتعالى نسيوه والرحمه نسيوها، والكذب والنفاق هو اللي موجود هسه بهاي الدنيا اللي عايشين بيها. نعم. والرسول عليه الصلاه والسلام قال صفات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا تمن خان، واذا وعد اخلف. طيب هسه النفاق انا وقعت بيها، ويعني حالتي النفسيه حيل تعبانه. نعم. ومريضة أيضا، يعني ستضغطي صاعد السبب اللي وقع اللي وقعت بيها بسبب النفاق. نعم. اثنين جيراننا هم أقرباء. نعم. أتواصل معاهم ولي طيبة قلبي، يعني أنا ما أمدح لك بنفسي، أنا عندي طيبة قلب مستحيل أحد عنده بيها. نعم. واحدة منهم صديقتي حيل كثير، ومتوها منزلة أهلي، ومتوها منزلة الأخت والأم والبنت. نعم. من هاي المنازل الثلاث. نعم. قرايب الأخرى يعني ما أتواصل معها شيء قليل، فمن سبب الغيرة واحد هاي مع واحد هاي سبب الغيرة. نعم. الوحدات ذيك اللي أنا ما أتواصل معها. أوكي. خابرتني قالت لي هكذا 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 تحكي عليكي. أوكي. أنا صرت عصبية حكيت على اللي أنا أحبها حيل حيل. طيب. ما حكيت شيء، يعني حكيت شيء قليل. تمام. بس ثلاثة الربع الحكي اللي يعني وصلته لها أنا ما حكيته. ولا قدت على أي شيء، وهسعت هي زعلت علي. وأنا صرت نقطة سوداء عندها وعند عائلتها. يعني الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لو دي نخطأ ولو دي نكفر به الله يغفر. تمام. بس البشر ولا ما ولكن اوكي لا هلا يعني اكيد كلياتنا بنسامح، ويعني خلص. نعم. الله يسامحه ونتركه كل شيء لرب العالمين. نعم. ولكن نحن كيف نتعامل مع المنافقين يا رنا؟ والله نتركهم.
مثلكم لانهم المرض تخلي عنهم. طيب اوكي اذا بدنا ننصحهم نحن نصيحه شو ممكن نحن ننصحهم؟ ما يفيد يعني لو يفيدوا لو يفيد نصيحه ويا مرض ذكرهم بالقران شتا تجعل القران الايه السور اللي بيه ثلاثه اربعه كلها عن المنافقين وحتى كثر عن المنافقين. طيب. المنافقين مرض ما يتعالج يعني انت كيف ممكن تقولي مثلا للمنافقين لرنا لا تقربوا علي مثلا لا تقربوا اللي اذتني انا ما اسامحها بس دعائي الوحيد اقول حسبي الله عليه ونعم الوكيل والله ياخذ حقي مني ان شاء الله اليوم قبل غدا وان شاء الله يظهر حقي ان شاء الله. وهاي العمل اللي عملتها من أشي نسمعني لحد الحين تعبانة ونفسيتي تعبانة والضغط ما دا ينزل لأنه بلحظة واحدة اللي هي سمعت الخبر عني نسيت طيبتي نسيت مواقفي معاها لي مواقف معاها كثير مليحة نسيت بلحظة واحدة بس الله 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 قال خير الخطاؤون التوابون زي اخطأت معاك اغفريلي سامحيني افهمي انا اقول له انا ويعني وضحت لها وجهه نظري وقلت لها هكذا بس للاسف ما فاد وحسبي الله ونعم الوكيل على كل المنافقين والفتنه اشد من القتل واليوم الفتنه الله تعالى ان شاء الله يوقعوا بها بالدنيا والاخره. شو هالحلقه هي يا جماعه ما بعرف يعني اشكركم ولا اعتذر عن هذه الحلقه يعني ما بعرف أنا بهي الحلقة قدرت أطلع كل شيء جواتكم؟ معقول لهالدرجة؟ معقول هاي الحلقة قدرت أطلع كل شيء جواتكم يا جماعة؟ عم تسمعوا الشغلات اللي صارت؟ عم تسمعوا؟ يعني رنا وصلت لمرحلة صار مع الضغط من وراء النفاق جيرانا. تخيلوا تشويه سمعة أحيانا هلأ من بعض المتصلين تشويه سمعة مثلا لأم محمد تشويه السمعة لفلان مو معقول هذا الشيء اللي عايشينه يا جماعة طيب أوكي فينا نحن نحط اليوم حد لهذا الموضوع أكيد فينا نحط كيف خلونا نسمع أوكي نحن لما بنحكي عن شيء ما بنحكي عليه بشكل تعميم لأنه ما في شيء اسمه 100% بالحياة دائما نحن عم نحكي اليوم عن بجوز عن غالبية عظمى بجوز عم نحكي عن أقلية قليلة جدا بجوز نحن نحكي عن بعض الأشخاص تمام نحن اليوم عم نحكي عن فئة من الناس وهن المنافقين قد نكون نحن منهم انتبهوا شو عم بحكي أنا كتير منيح اليوم قد نكون نحن منهم اليوم مو كلامي بس هذا اليوم كلامي وكلامكم وكلام الجميع وكلام كتير ناس عم يسمعونا اليوم بالحلقة حلقة كتير قوية يا جماعة حلقة كتير قوية اليوم نحن اليوم رح نتزوج ورح يكون في عنا أولاد أوكي خلاص انتهى عصرنا نحن اليوم خلونا نبدأ نحن مع أولادنا مع أخواتنا الصغار خلوهم يعبروا عن رأيهم خلوهم يحكوا مثل ما هو خلوهم يحكوا هذا اللون هو أسود خلاص قلوا له هذا أسود ما تقلوا له هذا أسود على رمادي لا تخلوه ينافق خلوه مثل ما هو أوكي اليوم مستمعينا بيحتاج الأفراد لمصداقية بالتعامل بمحاربة كل أشكال النفاق الاجتماعي بجميع الوسائل المتاحة بحياتنا اليوم مستمعينا بأخلاقنا اللي إلى دور بتحصين الأجيال من الانزلاق بمستنقع النفاق هذا النفاق هو عبارة عن مستنقع طبعا لازم نشتغل على بناء حياة عصرية قائمة على الصدق والقيم الأخلاقية والدينية طبعا هذا الشيء بيؤدي لحتى نحن نكون من الدول الراقية والحضارية في المجتمع مهما شهدت من تطورات بالدرجة الأولى الأخلاق دائما الأخلاق دائما الأخلاق بيقولوا الأخلاق بعدين بيجي العلم بعدين بتيجي الثقافة لما بتكون أخلاقك هي التوب لما بتكون أخلاقك هي دائما بالقمة فأنت فعلا بتكون من دول القمة طول ما أنت نحن عم ننافق ونحن عم نجامل دائما نحن عم نرجع حالنا لورا هذا هو
المختصر المفيد في الحلقة. خليني بس انتقل وأقرر جميع الرسائل اللي وصلتني حتى اللحظة. موجه تحية أكيد لزميلنا يمان، نقول لك يسعد لي أوقاتك ونور الاستوديو، يسعد لي أوقاتك وتحية من القلب لألك. بدنا نقول للرائع 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 ليث الجميل والحبيب والغالي، يعني شو بدي أقول لك أبو محمد، يعني نورتنا نورتنا يا قلبي الحجية الرائعة صارت عنا بالاستديو. احكي لك شي كلمه، تعا احكي لك شي كلمه مع الناس، مسي عليهم. طيب فوت، ايه فوت مسي عليهم، تعا فوت لعندي، تعا تعا لعندي، روح ريناس خليه فوت لعندي، ما بده يفوت لعندي. طيب خلص شو بدي اقول لك، يعني فوتك اجباري، ما رح فوتك اجباري. اوكي على كل حال بمسي عليكم الجميع اليوم، بمسي عليكم، ما 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 تحكي بإذني، تعفوا تلاهم. أوكي فاتن بتقول مثل ورد جورج بخصوص الموضوع، أنا عن نفسي ما بحب النفاق ولا بحب المنافقين، بس للأسف كثيرين ينافقون، وللأسف كله تعب، تعبت من على مود الجميع. بس أحب أقول للمنافقين اللي بحياتي، أيها المنافق ستظل موجودة لكنك ستظل أيضا أحقر من في الوجود. تحياتي لك يا جورج، أهلا وسهلا فيك يا فاتن. جورج بتقول فاتن في كثير عندي مساجات، طول لي بالك ريناس، والله الله يحفظ لي إياها والدتي، هي ويحفظ والدتك دائما تقلي فوتي شو البيت اللي ببكيكي ولا تفوتين البيت، اوكي فوتي البيت اللي ببكيكي ولا تفوتي البيت اللي بيضحكك، لانه اللي بيضحكك بيعم يضحك عليك والبكيكي بيريد مصلحتك. صح هذا الشيء اللي حكيناه. كمان حابه اشارك بس حيل تعباني والله يا جورج. شيرين ولا يهمك يا شيرين، اوكي انا ما راح اقراها، تكرم عيونك على الهواء، على عيني بتأمر امر يا محمد السالم. مساء الخير جورج، والله مثلي انظلمت معكم، من اقرب الناس اللي عشت من مع منافقين، وحب اقول لادريس طنش واكو رب ياخذ الحق اللي حتى تفهموني، بس ارجع وبقول هناك رب عادل. تحياتي غدر الزمان. كمان خليني بس اقرا اخر رسائل وصلتني للحلقه سريعا 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 يا ريناس، خليني بس اقرا هون على السريع لأنه ما بدنا نزعل حدا مننا اليوم، وخلي نقرأ كل الرسائل الموجودة معنا. أوكي بصراحة تشكرك يا جورج لأنه خليتني طلع كل شيء بداخلي إدريس، هذا الشيء اللي حكيت. أوكي ممكن شارك، يا ريت تردوا لي جواب. الحلقة خلصت للأسف، أنا آسف جدا. كمان مساء الخير جورج، تحياتي لك يا ريناس، يا رب اصلح قلوب الناس واهديهم إليك، وأتمنى كل إنسان يراجع نفسه كل يوم صباحا ومساء يحاول أنه يغفر نفسه حتى الله يغفر له. من عاشقة الغد كوثر، أهلا وسهلا فيكي. كمان من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. أحمد هكذا قال السيد المسيح، صحيح كلامك كلامك يا غالي. عنده صفات حلوة، المنافق هو من يمتاز بحلو وعذب الكلام ليقنعك بأنك صادق وقادر على القيام بأي شيء تطلبه منه. ونلاحظ أغلبية الناس عفوا عندهم نفاق في مجتمعنا للأسف في هذا الزمان، إذا ما بتنافق ما بتعيش. شو بدي لكم. أحمد بيقول أني لا أكذب لكن أتجمل، طول بالك شو أعمل. طيب في والله في كتير رسائل شو أعمل. كمان في عندي آخر رسالة، مساء الخير، أحب أشارك برنامج البرنامج، شو بدي أعملكم شو بدي أعملكم، والله أنا آسف جدا، بعتذر من الجميع من الجميع. اليوم إجانا اتصالات كتير، رسائل أكتر وأكتر وأكتر، وأنا يعني بشكركم على الحلقة التاريخية اليوم، الحلقة المميزة جدا اللي أنتوا اليوم يعني أثريتوها بآرائكم وأثريتوها بأفكاركم وأثريتوها دائما بهذه الإطلالات المميزة جدا. شكرا لك ريناس، يعطيك ألف عافية. أتمنى أنه تكون اليوم الحلقة أصابت الهدف معكم مستمعينا، بتمنى تسمعوه على اليوتيوب تقريبا بعد ساعتين رح تكون على اليوتيوب. بشكركم من كل قلبي، كنت معكم بكل حب، مايكروفون جورج غرام، ألتقيكم في يوم الغد على اليوتيوب، كونوا معي بكرة الساعة 11 لايف على اليوتيوب. حبكم من كل قلبي، تصبحون على وطن. عندما يصبح لليل زمن.